تحت عنوان المسؤولية الطبية، أقامت نقابة الأطباء في سوريا بالتعاون مع وزارة العدل ندوة طبية قضائية في صالة نقابة الأطباء بأبو رمانة. الندوة قضائية طبية حقيقة الهدف منها هي حماية الطبيب والمريض في آن واحد، وضع ضوابط، الأمل أنه يوضع ضوابط فيما بعد لحماية كما قلنا الطبيب والمريض، إلى أين حق الطبيب وإلى حق المريض أسوة بباقي دول العالم. المطلوب من هذه الندوة هو مسؤولية طبية تتناول عمل الطبيب بغض النظر عن اختصاصه، وحتى ليس الطبيب فقط، لكل عامل في مجال الصحة. ندوة طبية قضائية أقيمت بالتعاون ما بين وزارة العدل ونقابة الأطباء في الجمهورية العربية السورية. هذه الندوة تهدف إلى التعريف بالمسؤولية الطبية والخطأ الطبي وأنواع هذا الخطأ ومسؤولية الرجل المعتاد وغير ذلك من الأمور القانونية. هذا الأمر يهم كثيرا الأطباء، ويهم أيضا السادة القضاة الذين يقومون بالحكم بمثل هذه المسائل أو الذين يقومون بالتحقيق بمثل هذه المسائل. والندوة هي عبارة عن تبادل للأفكار ما بين النقابة وبين الوزارة بهدف تحسين وضع عمل الأساتذة الأطباء وجعلهم لا ينظرون إلى الأحكام التي تصدر بحق البعض منهم بأنها أحكام جائرة. الندوة هامة جدا، هي طبية قضائية لحماية الطبيب، للتوضيح على واجبات الطبيب والحقوق عليه. أنت لما بيكون في إضاءة بالعناوين المذكورة يعرف الطبيب ما له وما عليه، وأيضا المواطن يأخذ حقه أيضا بشكل كامل. هناك مواضيع جريئة وإشكالية بين في المجتمع يجب الإضاءة عليها من ناحية طبية ومن ناحية قانونية. ندوة متميزة جدا، هو عبارة تكاد تكون الأولى من نوعها. الندوة تتعلق بلقاء هام جدا بين السادة القضاة والنواب والتعاون مع وزارة العدل ونقابة الأطباء وكل من له علاقة بما يتعلق بموضوع وضع أسس وأطر للمسؤولية الطبية. الندوة التي تستمر على مدى يومين تتضمن 4 جلسات تهدف إلى التعريف بواجبات الطبيب وحقوقه ومعرفة المسؤولية الطبية وتبادل الأفكار بين القضاة والأطباء.